مرحبا بكم والسلام عليكم في القناه ديال بوتينا شانيل. اليوم باش نقدم لكم بسطيله ديال الدجاج. هنا استعملت جوج دجاجات على حسب العمله كوموند من واحد الناس. عندي 5 البيضات، جوج معالق صغار ديال السكينجبير والقرفه والملحه، وجوج معالق صغار ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الليبزه، معلقه صغيره ديال السمن، وشويه ديال المسكه الحره، 4 كيلو ديال اللوز اللي ديجا قشرته ونشفته ليله كامله، عندنا كيلو ديال البصله، وش 3 معالق سكر كلاصي، والزعفران شعره. كنشربوا واحد الطنجره كنعملوا فيها الدجاج ديالنا، كنضيفوا عليها الزيت النباتيه، وكنعملوها تقله، كنزيدوا عليها البصله وليزيبيس ديالنا، وكنخليوها طيب على نار هادئه. من الاحسن الكوكوط كي كطيب دغيا دغيا ما كتجيش لذيذه بحق الطنجره مشلوله احسن. الوغ كنقلب في نفس الاثناء ملي كيطيبنا الدجاج كنعملوا اللوز ديالنا يتقلى في الزيت بارده، كيتحمرنا كيجيب هذا اللون الذهبي حيت اللوز كيرجع فيه الطياب. كنشبروا الدجاج ديالنا كنعملوه في ملي طابنا في الكسكس يقطع، والمرقه اللي بقات لنا كنزيد نضيفوا عليها ديك 7 البيضات، وكنبقاو نحركوا. ماما كنشنتو الدجاج ديالنا شنيت فهاد الصغاري بهاد الطريقة هادي. شبرت واحد الحك عملت فيه ولا زلافة، عملت فيها الورقة ديالنا، كانت بشوية ديال الزيت، عملت فيها التعميره ديال الدجاج، التعميره ديال لاصوص اللي عملنا ديال البصله والبيض، ونضيفوا عليها الدجاج شويه ديال اللوز وكنشدوها. كنعملوا با مال دو كوش ديال الدجاج. كنزيدو اللوز ديالنا، وكنشدوه. وكنضيف عليه الورقة من الفوقي، واحد الورقة يقها. وكنعملوها على ديك لافاس اللي طويناها من الفوق باش ما كتجيش باينه، كنعملوها في الصينيه. غنزيد نوريكم واحد الشكل اخر، ماشي شكل اخر، يعني واحد ليكزومبل الثاني. كنعملوا الورقه، كنديروا الكوش الاولاني ديال البصله والبيض ديالنا اللي مقلي، كنضيفو الدجاج، وكنزيدو تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال اللوز ولا جوج معالق. وكنشدو الورقة ديالنا، سمحو لي فيديوهات ديالي كيجيو فيهم صوت بنتي دايما كدومونديني. كنشدوها، كنزيدو واحد الورقه من الفوقي، وكنقلبوها على ديك الطويات باش ما تبانش في الصينيه. كندخلو الفرن على درجه 200 210، كتحمر هنا. من بعد ملي كنخرجوها كنزوقوها بالسكر كلاصي والقرفه ولا اللوز ولا على حسب اللي بغيتو كيش ما كتعجبكم.
كتجينا محمره بالطاقه هذه. انا زوقت بعد منهم بالسكر كلاصي بعد منهم باللوز. كنتمنى الوصفه تعجبكم وكنتمنى تدعموني وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم.